أعزائي المشاهدين، نبلش في تقاريرنا لحديث الكويت والناس. أول شيء أوجه شكر خاص لوزارة الداخلية وعلى رأسهم الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية على هذا الاهتمام وقيام أجهزة الداخلية بإلقاء القبض على المخالفين وتطبيق القانون وكشف المزورين، وهذا يشكرون عليه أن هناك عودة للهيبة للقانون في هذا البلد، وهذا هو المطلوب، وهذا النجاح يحسب لوزارة الداخلية. هنشوف قيام وزارة الداخلية بمداهمة يواخير اللي بالوفرة والقبض على المخالفين وأيضا السيارات المخالفة شالوها. الحين اللي بيقحص الداخلية تراقب راح تسحب سيارتك. شوفوا التقرير. اليوم الاثنين تاريخ 5/10/2015 في جهود اللي تبذلها وزارة الداخلية وبالأخص محافظة الأحمدي بالتعامل مع السيارات اللي السيارات اللي يقومون فيها الأشخاص من استهتار ورعونة وازعاج الآخرين، بالإضافة لتواجدها هذه السيارات أغلبها في الجواخير. تم شن حملة بقيادة طبعا الوكيل المساعد الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي وبشرافي أنا العميد عبد الله سفاح على هذه الجواخير، وتم مع مساندة طيران العمودي معنا والهيئة العامة للثروة ومعنا أيضا البلدية، تم سحب اغلب السيارات اللي مستهتره اللي طبعا يستخدمونها اصحابها في تعريض ارواح الاشخاص للخطر، ومع تفحيط بالشوارع وازعاج الناس. طبعا قمنا احنا في سحبها كلها حاليا، وراح ان شاء الله ننظف المنطقه هذه والمناطق كلها من هذه السيارات. كم سيارة لحد الآن؟ تقريبا وصلنا، يعني احنا بدأ الحملة حاليا تقريبا وصلنا 9 إلى 10 سيارات، وطبعا وجاري بعد ضبط السيارات الأخرى بمساندة طيران العمودي. طبعا مشكورين، ما قصروا طيران العمودي في مساعدتهم لنا، وهذه أول مرة تصير هذه. طبعا احنا ما راح نوقف وراح نكرر ونقول على الأشخاص اللي يستخدمونها هالسيارات استخدام سيء راح يتحاسبون، وما راح نوقف على هالأمر هذا، راح نحاسبهم وراح السيارات تسحب. طبعا اكتشفنا هذا الجاخور صاحبه مسوي طبعا لتصليح السيارات وتبديل المكاين وقطع غيار جراج مثل الجراجات اللي نشوفها في شويخ وغيرها، طبعا يصلح سيارات ومكاين. هذه مكاين موجوده وسيارات قاعد تبدلها جيرات وورشه كامله عنده من قطع غيار وكل شيء. طبعا هذا ممنوع لان الجواخر هذه يعني معطينها لهم حق تربيه الحيوانات، مو حق تصليح السيارات، وحق يعني ياخذونها في عمل ثاني يعني غير اللي معطينهم اياه، وهذه كلها املاك دوله طبعا. أتمنى مثل هالحملات تستمر وكل من يخالف القانون يطبق عليه. التقرير اللي بعده.